فيوقع مجاهدون في جيش العدو خسائر فادحة لم يسبق لها مثيل أيضاً في تاريخ ثورة شعبنا، فيدمرون آلياته ومدرعاته ويطبقون على جنوده المدججين بالسلاح والمدعومين بالدبابات والطائرات والبوارج الحربية، ويوقعونهم في كمائن محكمة ويصطادون ضباطهم في عمليات قنص احترافية، ويهاجمون قطعان جنودهم من مسافة صفر. وكلما ظن العدو أنه بات آمناً في منطقة محروقة من الأرض، خرج له مجاهدون من حيث لا يحتسب في عمليات نوعية وقاتلة